برتقالة نفس سوق زيه. شحال واصل اخويا؟ شحال؟ 7 دراهم والجودة. شوف تبارك الله الحلاوة. الله يحفظك. الزيتون هنايا بزيه 75 درهم وبالذوق ياك. بسم الله بسم الله على بركة الله. هاي غادي نذوقوا ان شاء الله الزيت هنايا في السوق ديال زيه. حاجة مزيانة. الله يحفظك. هو ديال السردين في سوق زايا تبارك الله. شوف الخيرات تبارك الله. اللهم بارك ما شاء الله. بسم الله. هاو البراد في زايو مع الاخوان. داك الشيء تبارك الله ناضي ما شاء الله. وقفهم هكذا هكذا. شوف صباح الخير عليكم خوتي. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عوضناكم كل مره نجيب لكم فيديو جديد. الان حنا كنتواجدوا في السوق ديال زيو. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجوله هنايا ونشوفوا الاثمنه ديال الخضر والفواكه ان شاء الله. وما تنساوش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. وهي هذه حنا كنتواجدوا في السوق ديال زيو. ويلاه معنا خوتي. هذا النهار حنا في السوق ديال زيو. قعدنا في زيو باش نشوف احسن شواي في السوق ديال جميع الاسواق. واش نقول لك؟ بركانه زي الله يحفظك. شوف الخيرات تبارك الله ديال الشباشور. واحد 4 4. ام يوسف تبارك الله عليك. الله يبارك فيك النوري. الله يحفظك. هذا النهار جينا عندك في السوق هنايا زيو. مرحبا بك. نشوفوا الاجواء كي دايره تبارك الله. هذا سي هذا تبارك الله عليك. يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. شوف 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 الخيرات. شوف اللي خصو شي حاجه يجي صافي. الله يجزاك الخير. ها هي داك الشيء تبارك الله. الله يبارك. حميد مشافو خليل. الله يحفظك. وكان غير تبان داك الشيء برجل. تبارك الله عليك. هاي هاي هاي. شوف 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 العز. الله على بركة الله. هذه هي اللحوم اللي متواجدة هنايا في زايو تبارك الله. شحال يدير الخروف في الكيلو؟ 11000 الكيلو تبارك الله. اللهم بارك. كله البقري 8500 8000 على حسب. هذا النهار كي داير السوق كاين شي اقبال كاين شي اقبال على الغلا. الغلا كاين شويه الغلا. الله يرحمنا الاقبال والجوده. وكاين الناس اللي باقي كاين اظن الناس ولكن تبارك الله يا والله يرحمنا في الشتاء. الله يبارك. سيدنا رمضان امين امين. الله يدخل علينا في الصحه والسلامه ان شاء الله. الله يحفظك. بالنسبه للغلمي راه مفقود. هذه هي اللحوم اللي كاينه موجوده هنا في زايو كما كتلاحظوا. اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديال اللحم 7500. الخروف 100 درهم. الخروفه 8500. المعزه 8500. اللهم بارك. الخيرات تبارك الله. البنان 10 دراهم تبارك الله. الموسكة شوف 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 الموسكة داك الشيء. الله يبارك. الله يسخر. 5 دراهم. يلا يلا خص غير اللي يشري. شحال 5 دراهم. ايوا هذا شوف 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 شوف. زيت الزيتون هنايا في زايو 75 درهم وبالذوق ياك. بسم الله بسم الله على بركة الله. هاي غادي نذوقوا ان شاء الله الزيت هنايا في السوق ديال زايو. حاجة مزيانة. الله يحفظك. الله عليك. الله يحفظك. شكرا بزاف. الله يحفظك. لفت اخويا من البحيره للسوق. شوفوا الجوده تبارك الله. اللهم بارك. بشحال دير؟ 70 3 دراهم ونص تبارك الله. شوف ما شاء الله. شوف الله يبارك ما شاء الله. هيا الشاشيه جاتكم هذه واعره. كم سي محمد سي ابراهيم تبارك الله عليكم. كي داير الامور مزيانه؟ كلشي بخير. الله يحفظكم. هذا هو سوق زيو كما كتشوفوا. الاجواء ديال السوق اللهم بارك. القرعه 160 الكيلو. حاجه مزيانه.
لا حبك. شفت بك الله. فرماج ياك. شعر هاي دراهم. 8 درهم تبارك الله. شوف. الله يبارك. الحمد لله على هاد الخيرات ما شاء الله. شوف. خيرات تبارك الله ديال إيمو الزار كيتباع في السوق ديال زيه تبارك الله. شوف الخيرات. ورا 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 عرب بركان. خويا ها. عرب بركان أبا اليوم. العز. ورا ورا محلي الله يحفظك. 1100 1100 تبارك الله. شوفوا الخيرات ديال التفاح كما كتشوفوا هنا في زيو. الخيرات النعناع بعدين دور الفطا لا تبارك الله عليك بخير. شحال ما تيشا 4 دراهم. ها يلا 4 دراهم وبصلة 5 دراهم 8 دراهم تفاح بالخير تبارك الله. جات تفاح 8 دراهم يا ست 8 دراهم. الخير تبارك الله. ما تيشا في راه واصله 8 4 دراهم تفاح 9 دراهم بصلة في راه واصله بصلة 5 دراهم سوق ديال زايو تبارك الله. الله يحفظك شكرا. الله يحفظك. الزروديا 6 دراهم. شوف الخير تبارك الله. الجودة هذاك الشيء جودة ما شاء الله. الشيف لور تبارك الله هنايا 6 دراهم. تبارك الله. هاي البرانية 5 دراهم الجودة. هاو السردين 1500 في سوق زيو. شوف الخير تبارك الله ديال الحوت الله يبارك. الفول في الرواصل بشحال اخويا بشحال 5 دراهم. شوف تبارك الله الحمد لله. خاصنا الشرويه ياك خاصنا الشرويه تبارك الله. اللفت بشحال 5 دراهم. هاي الحمد لله على الخيرات. يلا الخير موجود خير موجود. البرتقال في رواصل 5 دراهم. واش 5 دراهم القد القد ديري فين الفراش. الله يحفظك. الجلبان 10 دراهم. ها هي شوف 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 الله يبارك الخيرات. الدجاج راه واصل 2200 الكيلو. يا خويا الحجله راه دير 400 الله يحفظك. وهذا بشحال 400 حتى هو 400 تبارك الله 400 400 الخيرات تبارك الله الله يبارك. والخيرات تبارك الله. شوفوا السردين في راه واصل ياك السردين 300 وهذه بشحال هذه الحوت هذه 2500 مونيت 2500 تبارك الله. شوفوا فورولي ساعات بشحال هذا 2000 فرانك فورولي سلاكو. ولكن اخويا شفت الجوده يبان لي بريه تبارك الله. شوف بريه بريه. شوف تبارك الله اللهم بارك. الخيرات تبارك الله. الله تبارك الله عليك. شحال يدير 1200 تفاح تبارك الله. شوف 1200 الخيرات ديال السوق زيو ما شاء الله. شوف تبارك الله. لا فوكا بشحال راه واصله كاع لا فوكا بشحال راه واصله 400 شوف خير. ولكن تبارك الله الجوده يبان لي حاجه مزيانه اللهم بارك تبارك الله الله يبارك. ها هي الخبيزه 2 دراهم ونص وريناهم نعم زينيها. شوف 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 شنو قلنا هذا ديال البطاطا هذه تاع البطاطا الجوده 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 100% واه الله يبارك. ديك السلطه بشحال؟ السلطه 10 دراهم 10 دراهم. يا خير شوف تبارك الله تبارك الله الله يبارك. اش من المنطقه هذه السلطه؟ هذه ديال زيو منا ولا؟ نتاع بركان 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 تبارك الله الله يبارك. بخير الشويحيات ديال الشويحيه. شوف شوف الله يبارك شكرا. شوف 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 الخيرات اللفت ديال مولاي علي. شوف 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 الخيرات شدك ما عليك. شوف 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 بسم الله. شحال دير هذه؟ 2000 فرك اخويا 20 درهم. شوف تبارك الله الخيرات اللهم بارك ديال اليوم هذه. شوف 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 صباح الخير عليكم خوتي تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في الفيديو الجديد مباشره معكم من السوق زيو. التمور كالعادة دائما التمور جميع الأنواع ديالها تبارك الله. السدادر خاصو شي سداري. الشريحة شحال دير الكيلو عمي محمد؟ 40 درهم 40 درهم الكيلو هنايا في السوق زيو تبارك الله. السوق زيو خيرات موجودة ما شاء الله الله يبارك.
تجي البنان هيا شاد درهم في السوق زيو حاجة مزيانة تبارك الله. ها هو صباط واعر ديال هذا الصباط شحال هذا الصباط 70 درهم ها هو ها هو الكسكس قرش انت تشوف اخويا خير موجود. هذه هي اجواء سوق زيو اللوز اخويا الخير موجود. انت شحال ديال اللوز 90 درهم اللوز الله يبارك. القوقو ها هو القوقو البلدي الرومي القوقو البلدي بشحال هذا 40 درهم على 3500 وما ننساوش النوقة ها انواع الاشكال تبارك الله الله يبارك. النوقة حلويات تبارك الله شوف كل شيء درهم الله يبارك. ها انت تشوف كل شيء درهم من ما ها هي بطاطا في سوق زيو فين راه وصل البطاطا 5 درهم اه انت شوف مطيشه عاود ها هي تبارك الله فين راه وصل مطيشه 5 درهم تبارك الله. بصله هذه 8 درهم قولوا المنياطو 7 درهم هذه 100 5 درهم زيد هذه 100 هذيك 100 شي فلور كان 5 كان 7 تبارك الله. كي داير هذا النهار السوق كاين كان شي رخاء كان شي اقبال كاين شويه المروه شويه كاين الله يرحمنا رب العالمين بالشتاء باش الدعوات تنقص شويه ها الله يحفظك. هو البنان فين راه واصل البنان هذا 1100 تبارك الله. التفاح هذاك 1200 وهذا 1100 والتشير 6 درهم ولكن يبان لي حاجه مزيانه تبارك الله الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا بزاف الله يحفظك. ديال البطاطا اللي بغى يغرس البطاطا هذه هي الزريعه تبارك الله شوف ها هي اجي اخويا اجي مرحبا لا ينشب الارقان هذا ارقان هو صور مع راسك الله يحفظك. ندير واحد التصويره هذه هي جولتنا الصباحيه في سوق ديال زيو تحياتي للناس زيو والناس الناظور في المكانو. ما تنساش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد الله النوري. ورحنا عاد هنايا ندورو هنايا في السوق ديال زيو تحياتي لحبابنا في المكانو. ها هي النقله ديال النافيل واجده تبارك الله والجيل الذهبي والناس القدام اللي يعرف هذا يكتبونا في لي كومونتير. يلا ها هو هذا المصنوع بالحديد يلا كتبوا لنا في لي كومونتير شفتوه هذا راه ماشي دقاق ماشي ولكن عنده واحد الاهميه كبيره هذا شفتوه ورا ما بالشلا يا وليدي البلاصه هذه ديال لي زارتيك ديال البيبان السراجم الحوايج المستعملين القدام شبابك تاع السراجم البيبان السراجم ديال الالومنيوم هانت كلشي هادو يعني قدام ولكن صالحين باقيين صالحين. هنايا ديال ميكانيك ديال البوق ديال المساجد وديال هما هذا كان يشرب فيه فرعون ها هو تاع الفراعنة ها هو الشلال النهار اللي غاب الشلال غابت البركة وليدي قال له اللي بغى حباب وين ود لابابو هاليدي فالتالي ما بقاو يجي تا واحد واحد ما بقى يرقب على واحد لا اله الا الله على وقت
هاد البلايص هالو ديال اصحاب البونج اللي خصو شي بونجا شي بسادة شي الحاف هاد البلاصة هادي ديال بيبان سراجم شباك اللي خصو شي باب شي سرجم شي هاي النقلة ديال النعناع الشجرة ديال النعناع اللي تغرسها تعطيك النعناع هي هادي هنا بو هنا الشجرة ديال النعناع ياك تبع بكيلو ولا باش كتبع باش ما بغيت هكذا ها هي اللي بغاها هي جي السوق ديال زيو الزرع ديال القصبر ها هي ياك هي هادي الزرع ديال القصبر وهنا الزرع ديال هادي البصلة شالوت ها هي ديال النقلة ديال البصلة هكذا كتكون النقلة ديال البصلة ها هي الحمراء النقلة ديال الزيتون ها هي النقلة ديال الزيتون الله يرحمنا رب العالمين بالامطار ها هو واحد البراد قديم ديال شتوه